يعني ترحب بحضراتكم من جديد. خلينا نروح لجوله سريعه كده مع الانديه المصريه. تواصل النادي المصري الى اتفاق مع التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز والاسماعيلي السابق للانضمام الى الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. عقد مستر كامل ابو علي رئيس نادي المصري جلسه خاصه مع اللاعب التونسي واللي يمكن وصل القاهره الامس للتفاوض مع المصري ووقع اللاعب على عقود انضمامه الى المصري بورسعيدي في صفقه انتقال حر لمده موسمين، ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن الصفقه خلال الساعات المقبله. فكان المصري بورسعيدي قد اعلن عن رحيل 7 لاعبين بنهايه دوري 2022/23، وهم كل من رجب عمران وزياد كمال وعبدو يحيى محمد جريندو ومحمد الفيومي، وذلك بعد انتهاء اعارته وانتهاء عقود قبل ان يضاف الى القائمه كل من فريد شوقي واسلام ابو سليمه. ونجح النادي المصري في ضم 8 صفقات صيفيه حتى الان، وهم ميدو جابر من سيراميكا وسمير فكري من الداخليه ومحمد الشامي من الاسماعيلي وباهر المحمدي من الاسماعيلي وثنائي ادى مالك احمد عيد واحمد ايمن منصور ويوسف الجهري من المقاولون العرب ومونكا مهاجم فريق ريال تمالي يونايتد الغاني. وصل فريق الاتحاد السكندري وديته استعدادا للموسم الكروي الجديد، والتقى اليوم مع الانتاج الحربي وحقق الفوز بهدفين احرزهما المهاجم المتالق مابولولو هداف الدوري الموسم الماضي. بدا الاتحاد وديته بالفوز على دلفي باربعه اهداف مقابل هدفين، ولسه الفريق السكندري هيلعب 6 مباريات وديه أخرى خاصة مع الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق سيد البلد. بينتوي من خلال هذه التجربة العديد من اللاعبين خلال المباريات الودية للاطمئنان على مستواهم، وبيدفع طارق العشري المدير الفني للفريق الاتحاد السكندري بالعديد من العناصر الشابة في اللقاء الوقوف على مستواهم وتقييمهم، كما منح الفرصة لبعض الصفقات الجديدة لاكتسابهم حساسية المباريات. خلينا نتقرب اقرب للصوره الخاصه بنادي الاتحاد السكندري والتعرف الاخر استعدادات الفريق الاستاذ محمد احمد سلامه عضو مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري عبر الهاتف. اهلا بيك يا استاذ محمد وسعداء بوجودك معنا. عايز اكيد اسالك تقييمك لحتى هذه اللحظه عن الصفقات اللي يمكن بشكل او باخر قليله شويه العدد، ولكن حسب رغبه المدير الفني هو ده الاحتياج، ويبقى هي مش بالعدد او بالكم ولكن بالكافيه. شايف تقييمك للصفقات ايه؟ هو ده المطلوب ولا لسه نادي الاتحاد السكندري بيسعى لضم العديد من اللاعبين او المراكز؟ اولا بنحب نشكر حضرتك على اهتمامك وطبعا باحوال نادي الاتحاد والانديه الشعبيه والجماهيريه. شرفنا طبعا الاتحاد زعيم الصغر، عايز اقول يعني الانديه اللي يمكن بنعزها دايما وابدا. طعم الدوري ما بقاش ليه طعم بدون الاتحاد، بدون الاسماعيلي، الانديه اللي هي لا زالت بنستنشق منها رحيق. صحيح الانديه اللي هي الجماهيريه بالتحديد. اتفضل يا فندم. اولا بس احنا لحد دلوقتي عملنا 11 صفقه، هم عدد مش عدد عدد طبعا. طبعا الموضوع كله كان استهداف المراكز المطلوبه، ونحن الحمد لله السنه دي تعاقدنا مع كابتن طارق العشري طبعا له باع طويل وتاريخ كبير. دي اول تجربه لكابتن طارق ابن الاسكندريه وكابتن النادي وكابتن المنتخب، ان هو طبعا عنده روح تحدي كبير جدا، خاصه دي هيبقى اول مره هو اللي ماسك النادي بعد الانجازات اللي عملها سواء مع فريق حرس الحدود او مع طلائع الجيش او مع كل الانديه اللي امانه اللي ماسكها كابتن طارق كان اخرها نادي فاركو. الحمد لله هو واخد المساحه الكافيه وراجل مجتهد جدا جدا. انا طبعا يعني مهما اتكلمت مش هدي له حقه. بيجي النادي من الصبح بيمشي اخر واحد بالليل. هو ضمن التجربه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده فريق ال 2003 اللي هو فريق الامل بقى تحت مسؤوليته كمان شخصيا، يعني كابتن طارق هو اللي بقى يعني بيشرف على هذا الفريق. بالاضافه للفكر الجديد اللي احنا بننتهي بالسنه دي اللي هو ازاي نستفيد من لعيبه الدرجه الثانيه اللي هم اللعيبه اللي نقدر نقول عليها بلغه الكوره كده جاعلين كوره يعني. جبنا حوالي 3-4 صفقات من الدرجه الثانيه، جبنا هاني الضامي من المنصوره، جبنا عمرو صالح الباك ليفت بتاع وادي دجله، جبنا احمد غنيم الباك رايت بتاع نادي سبورتنج. الحقيقه يعني الناس دي بالاضافه لل حاولنا نستفيد بفكره الثلاث لعيبه الافارقه اللي هم تحت الست على اساس ان دول يبقى ذخيره استثماريه
للنادي، اللعيب تقدر تجيب سعر مقبول وهو صغير في السن، ويقدر النهارده لو بيقدر عندك بشكل كويس تقدر تستثمره استثمار جيد. صحيح. في السنين اللي جايه ان شاء الله. جبنا فرانك، ده لعيب خط وسط كاميروني، لعيب هايل يعني ان شاء الله ربنا يديله التوفيق كده. الحبيب حسن ده الباك الشمال بتاع منتخب النايجر، برضه لعيب كويس جدا. النهارده كمان حد ظهر بصوره جيده جدا في ماتش الانتاج الحربي. ولسه في لعيب ثالث تقريبا مهاجم كاميروني لسه برضه تحت الاختبار. بالاضافه طبعا بقى فكره حفاظنا على معظم القوام الرئيسي وتحديدا منهم مبلوله، لو انت بتتكلم على القوام الرئيسي يعني الجواره يعني بتاعتك دلوقتي اللي انت كنت بتتكلم من شويه على الافارقه واستثمار فيهم، فنادي الاتحاد عنده استثمار قوي جدا لما يكون عندك هداف الموسم الماضي. والله هداف موسم وراجع وراجع بشكل قوي، ماتش ديل في جاب هدفين، جاب هدفين والنهارده جاب هدفين. بص ما فيش اختلاف على مبلوله، لكن برضه هرجع اقول لك احنا بعيد عن الاهلي والزمالك دايما اللي سبوت مبقاش موجود. مبلوله السنه اللي قبل اللي فاتت كان تقريبا ثاني هداف الدوري، السنه اللي فاتت هداف الدوري. يعني انا عايز اقول لك يعني طب العقود هتنهي لها، عملتوا ايه عشان تحصنوا اللاعب ولا انت عندكم فكره اللي والله لا احنا طبعا الاستاذ محمد صرف جدد له السنه اللي فاتت سنتين، وفعلا حافظنا على اللاعب. وعايز اقول لحضرتك في ظل الظروف الصعبه الظروف الماديه اكيد اللي حضرتك عارفها والناس اللي عارفاها اللي بتواجهها الانديه الجماهيريه والشعبيه، خاصه نادي الاتحاد عنده 19 لعبه غير النادي المصري والاسماعيلي كل واحد فيهم عنده كوره بس. فاحنا عن ظروف بالنسبه لنا ظروف مختلفه، ومع ذلك حافظنا على وجود مبلوله مع انه وصل عرض لينا تقريبا ما يقارب 60 70 مليون جنيه. انا عايز اقول لك كان يحلوا ازمه النادي بالكامل يعني. لكن كان الكابتن طارق ليه وجهه نظر فنيه ازاي اقدر لازم احافظ على قوام الفرقه الرئيسي، وخاصه مهاجم بحجم مبلوله، لان انا فعلا حاولنا ان احنا لو كنا كملنا الصفقه كان لازم نلاقي البديل على الاقل المناسب، ان ما كانش هيبقى احسن من بلول وهيبقى على نفس المستوى. صحيح. فلما الكلام ما حصلش ما توفقش، فعلا احنا ضغطنا نفسينا استاذ محمد ومجلس الاداره، نتحملنا الضغوط الماديه والضغوط الجمهور ان احنا لازم نبقى على مبلول. في الاخر فعلا احنا كلنا وافقنا ان مبلول يعني يكمل وبناء على رغبه الكابتن طارق. وان شاء الله خير يعني، انا متفائل بالفتره اللي جايه والمجهود الكبير اللي بيعمله كابتن طارق. هو لسه راجع من اجازه، انت كنت مدينه اجازه لحضور زفاف اخته تقريبا، فهو معنوياته هتلاقيه راجع برضه مبسوط يعني. والله كابتن طارق يعني حاجه كبيره، وان شاء الله ربنا يكرمنا. زي ما بقول لحضرتك سبحان الله الموسم ده انا يعني ان شاء الله الواحد متفائل ان شاء الله هنعمل حاجه. كنت من اقوى الدفاعات الموسم الماضي، محمود علاء كان قلب الدفاع رجع للزمالك، الموقف التدعيمات الخاصه بالدفاع تحديدا يعني. والله محمود علاء ما يعني لو ذكرنا محمود علاء محمود علاء يعني حاجه كبيره، لعيب دولي خبره كبيره يعني من الباكات الهدافين على مستوى الدوري المصري. لا محمود شخصيه قياديه، لا احنا طبعا افتقدنا محمود ورجع طبعا بعد موسم الاعاره رجع للزمالك. النهارده حاولنا بعد ما مشى الكابتن محمود علاء وخالد صبحي وطبعا محمد صالح وقبليهم عبد الله نصيب مدافع الاردن، فالسنه دي التعاقدات كانت مع تيفتوا المدافع التونسي ومع الكابتن اسامة ابو سليمه جاي من النادي المصري، ومع جبنا رجعنا كان محمد رجب ده كان معار في نادي بلديه المحله طبعا، وكان من احد الاسباب الرئيسيه ان هو يصعد فريق المحله يعني، كان احد اسباب رئيس الفريق ده باشاده الكابتن احمد روب الكابتن طارق ومصطفى ابراهيم عندنا، ورجعنا بلال السيد من اسوان، ويمكن ممكن يبقى في صفقه تاني في نفس المكان. الباك الشمال برضه جبنا عمرو صالح من وادي دجله بعد ما مشى الكابتن صبري رحيل والكابتن سيد ثالث، وجبنا الحبيب حسن باك شمال بتاع منتخب النايجر. صفقات كلها قويه وراضي عنها كابتن طارق العشر، اكيد في جلسات مع كابتن طارق العشر زعيم الصغر دايما ابدا، يمكن في الاونه الاخيره شويه كان ممكن يبقى فيه يعني انا في المنطقه الدافئه. استاذ محمد معايا؟
طيب يبدو ان الهاتف انقطع الاتصال مع كابتن او الاستاذ محمد احمد سلامه عضو مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري، والحديث حول اخر صفقات نادي الاتحاد السكندري اللي يمكن بشكل او باخر يعني الم المراكز اللي يمكن غدر منها العديد من اللاعبين في نادي الاتحاد، ويمكن كان اهم حاجه الحفاظ على مابولولو زي ما احنا اتكلمنا هداف نادي الاتحاد السكندري وهداف الدوري المصري الموسم الماضي. نروح لرابطة الأندية. أعلنت رابطة الأندية تنافس 4 لاعبين للفوز بجائزة أفضل جناح أيسر في دوري رابطة الأندية المحترفة للموسم الماضي 2022-2023، من بينهم حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، ورمضان الصبحي لاعب بيراميدز، ومصطفى زيكو لاعب حرس الحدود السابق، ومحمد الشامي لاعب نادي الإسماعيلي السابق. طبعا الافضل بيتم اختياره عن طريق تصويت الجماهير، وكان اخر اللاعبين الفائزين احمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، وفاز بجائزه افضل جناح ايمن في الدوري المصري في الموسم الماضي. قررت لجنه الحكام الرئيسيه بالاتحاد المصري لكره القدم اقامه معسكر الحكام المساعدين بدايه من يوم 30 اغسطس الجاري على ان ينتهي في 2 سبتمبر المقبل باحدى فنادق القاهره، حيث يتخلل المعسكر اختبارات في اللياقه البدنيه والقانون، ومنح مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه جمال علامه الحريه للبرتغالي بيريرا رئيس لجنه الحكام باختيار الاسماء التي يرغب في تواجدها معه خلال الموسم الجديد 2023-2024 أغرى أي تعديلات يريدها، وبدء بريرا في وضع بعض الأسماء على أن يقدمها لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات المقبلة للاعتماد عليها في اجتماع مجلس الإدارة المقرر له الاثنين المقبل. في جانب آخر، شهد اليوم الافتتاح بطولة شمال أفريقيا التي تقام بالأسكندرية، واجهت بين فريق افاق جليزان الجزائري وسبورتينج كازابلانكا المغربي، وانتهت بفوز الفريق المغربي بنتيجة 4-3 في اللحظات الأخيرة. يمكن مباراة كانت قوية عدد الأهداف، ابتدى كازابلانكا بالتهديف في الشوط الأول بهدفين زي ما قدام حضراتكم، وكان متقدم وسيطرة وهيمنة على مجريات الشوط الأول وتقدم بهدفين. بيعود افاق جليزان للشوط الثاني ليعمل رومونتادا بركلتي جزاء، ادي الاولى منها، ليتعادل مع سبورتنج كازابلانكا في بدايه الشوط الثاني ايضا، وبيستطيع كازابلانكا ان هو يتقدم مره ثانيه بفارق بيتعادل لثلاثه مقابل 3 اهداف، و بيستطيع ادي خطا اخر بيستطيع منه افاق جليزان من تحقيق التقدم ل3-2 على سبورتنج كازابلانكا. كده كازابلانكا خلاص يمكن من الامور في الدقيقه 71 بيستطيع ان هو يتعادل ب3 اهداف لكل منهما، وادي اخر دقيقه في المباراه يعني من الوقت بدل ضائع كمان بيستطيع كازابلانكا باحراز الهدف الرابع ليفوز باللقاء، يمكن بعد الهدف مباشره و عودة اللقاء مجرياته صفرت حكمة المباراة بانتهاء هذا اللقاء بفوز 4-3. استطاع كمان أيضا وادي دجلة ممثل الكرة المصرية الفوز على فريق التونسي الجمعية النسائية بسوسة بنتيجة 5-3. يمكن كان دجلة تقدم قدام حضراتكم في الشوط الأول ب5 أهداف للا شيء، استطاع منها السيطرة الكاملة على مجريات اللقاء، ولكن جمعية النسائية بسوسة يعني لم تفقد الأمل وجمعت قواها واستطاعت إحراز 3 أهداف، ولكن دون فائدة من التعادل أو الفوز باللقاء. قدام حضراتكم أهداف وادي دجلة في الشوط الأول 5 أهداف.
والمهتمين بمتابعة الكرة السوادي البطولة بنقولها لحضراتكم على شاشات قنوات اون تايم سبورت، وبالتوفيق والتأكيد لنادي دجلة في هذه البطولة. نروح للكرة الطائرة. اكتفى منتخب سيدات مصر بتحقيق وصافة بطولة افريقيا للكرة الطائرة بعدما واجهت منتخب كينيا في المباراة النهائية، وانتهت اشواط المباراة بنتيجة 25-22 20-25 14-25 لصالح المنتخب الكيني. وحقق سيدات مصر الكرة الطائرة إنجاز غاب عننا منذ عام 2003 بالتأهل إلى نهائي أفريقيا، كما حقق إنجاز ثاني بالصعود إلى كأس العالم 2025 للمرة الأولى منذ عام نسخة 2006. وكان منتخب مصر تغلب على رواندا في نصف نهائي أمام أفريقيا بثلاثة أشواط دون مقابل في البطولة المقامة بياوندي عاصمة الكاميرون، وتواجد منتخب سيدات مصر في نهائي أفريقيا للمرة السابعة في التاريخ والأولى منذ عام 2003. ولم تحقق سيدات مصر اللقب سوى ثلاث مرات أعوام 1976 و1989 و2003. وحسم منتخب مصر تأهله إلى منافسات كأس العالم 2025 ولأول مرة منذ نسخة 2006 في اليابان، إذ تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى المونديال، وتتنافس دول أندونيسيا وهونغ كونغ والفلبين وتايلاند وفيتنام للفوز باستضافة كأس العالم. فاصل بعد الفاصل نتواصل مرة أخرى مع حضراتكم، أتمنى أن تبقوا. مجدد التحية حضراتكم من جديد، ودلوقتي جه فقرة في جولتنا العالمية. كلام كتير يمكن الساعات الماضيه متعلق بامكانيات انتقال نجمنا محمد صلاح والمحترف في صفوف ليفربول الانجليزي الى صفوف فريق اتحاد جده السعودي. احنا في اخبار اون تايم هنجيب لكم الخلاصه وكل الكواليس اللي حصلت خلال الساعات الماضيه. اداره اتحاد جده السعودي دخلت في مفاوضات قويه بالفعل مع نجمنا محمد صلاح وكمان اداره نادي ليفربول من اجل انهاء الصفقه سريعا، وده بسبب ان الفريق السعودي بيرغب في تدعيم صفوفه بنجوم الصف الاول من اجل الحصول على بطوله كاس العالم للانديه واللي ستقام على الاراضي السعوديه في شهر ديسمبر المقبل. محمد صلاح واداره ليفربول يعني عايز اقول منفتحين تماما لامكانيه حدوث الصفقه بسبب المقابل المادي الكبير، ولكن هناك عائق حتى الان وهو البحث عن بديل يحل محل محمد صلاح. واذا وجد ليفربول بديل مناسب لنجمنا محمد صلاح سيصبح محمد صلاح رسميا في اتحاد جده. الايام الجايه هي اللي هتبقى فيصل ما بيننا ونعرف مصير نجمنا محمد صلاح. معنا كمان خبر تاني خاص لاخبار اون تايم متعلق ايضا بنجمنا المحترف في اتحاد جده السعودي، لكن هذه المره هو مدافعنا النجم احمد حجازي واللي بيتغيب عن صفوف الفريق السعودي لاصابته بقطع في الرباط الصليبي اللي بيتمنوا يشفى العاجل طبعا. هنكشف لكم ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل مع حجازي وموقفه النهائي من بقاء او الرحيل مع صفوف اتحاد جده. حجازي الان متواجد في السعوديه في مرحله التعافي مع مدرب خاص اسباني اسمه روبن، وده اللي يمكن كان مع نجمنا محمد صلاح في كاس العالم 2018 لما تعرض لاصابته في الكتف الشهيره طبعا من اجل تسريع عمليه تعافي للحاق بمباريات كاس العالم في روسيا. وقتها حجازي بيسابق الزمن من اجل العوده سريعا للملاعب، ولكن في نفس الوقت فريق اتحاد جده بيبحث عن مدافع اوروبي لتعويض حاله وفي حاله تعاقد لتعويض حجازي طبعا، وفي حاله تعاقد الاتحاد مع مدافع اجنبي سيتم الرحيل لنجمنا
حجازي بالتراضي في ظل العلاقة يمكن الطيبة جدا ما بين الطرفين، كون حجازي قائدا للفريق وكان مؤثرا في حصول الفريق على بطولة الدوري في الموسم الماضي. نروح لنادي مانشستر سيتي اللي تعاقد مع الجناح البلجيكي جيرمي توكو صاحب 21 عاما قادما من نادي رين الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبيعمل بيب شارك محترفنا المصري عمر مرموش أساسيا لأول مرة في تشكيل انتراخت فرانكفورت الألماني في مواجهات لافاسكي صوفيا البلغاري في الدور التمهيدي الأخير من دوري المؤتمر الأوروبي، ويمكن انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي لكل منهما. والأول مرة بيشارك مرموش أساسيا بقميص فرانكفورت بعدما شارك كبديل في الدور الأول من كأس ألمانيا وسجل، ثم شارك بديل أيضا في الجولة الأولى من الدوري الألماني. يمكن مرموش النهاردة لعب أغلب المباراة حتى الدقيقة 77، ولكن على حسب معلوماتنا اللي حنوا فيها مع حضراتكم ونأكدها بعد كده إيه نوع هو الإصابة، خرج لداعي الإصابة في الدقيقة 77. وأكيد في باقي برامجنا على شاشة أون تايم سبورت هنقدر نعرف التقرير النهائي لحالة إصابة مرموش. أتمنى له السلامة، تكون إصابة إن شاء الله خفيفة ويبقى معانا كمان في اللقاء أو التجمع القادم من منتخبنا معافى إن شاء الله. خلينا نروح للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي منذ انتقاله انتر ميامي الامريكي، وهو كل يوم في كل مباراه بيتالق بشكل واضح وبيحرز وبيدعي ان هو يحرز البطولات وبيقود الفريق الى تحقيق الانتصارات وبيقترب بالفعل من تحقيق. بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا اللي استعرضنا فيها للعديد من الاخبار سواء منها المحليه ايضا والعالميه. نتمنى نكون نالت اعجابكم، نشوفكم في حلقه جديده على خير والى اللقاء.